أنا بحب الإمارات لأني اتولدت فيها وأخواتي اتولدوا فيها وعشت فيها 9 سنين قبل هيك، كانت حياتي وتتفرج عشت طفولتي فيها ورحت المدرسة فيها وأنا رحت من أول ما رحت قطر وأنا في مصر أرجع وهيك، وحاليا بكمل التعليم الجامعي فيها. إن شاء الله أتمنى بعد ما أخلص أشتغل فيها.